السيارة كيا سيراتو 2019. في الفيديو ده هنعمل مراجعة شاملة للسيارة كيا سيراتو 2019، لكن بداية نعتذر عن الأجزاء الضلمة شوية من التصوير، بالذات المقدمة بتاعت السيارة، وظروف المعرض ما كانتش مهيئة لوضع السيارات في النور، السيارة كانت لسه واصلة حديثا، فصورنا على قدر الإمكان وحاولنا نعدل بالمونتاج على قدر الإمكان في الإضاءة عشان نحاول نجيب لكم أفضل صورة. في أثناء شرحنا للسيارة حاول أدي هنتات عن أهم الفروقات بين السيارة كيا سيراتو والسيارة كيا سيد اللي بتشترك مع السيارة سيراتو في الموتور والفتيس، وعملنا ريفيو بتاعها في فيديو سابق. تأتي سيارة كيا سيراتو بمحرك 1600 سي سي، أقصى قوة ليه 130 هورس باور عند 6300 لفة في الدقيقة، وأقصى عزم دوران 192 نيوتن متر عند 4000 لفة في الدقيقة. الكيا سيد كان أقصى عزم دوران ليها 157 نيوتن متر عند 4850 لفة في الدقيقة، أي أن عزم الكيا سيراتو أكبر قليلا من عزم السيارة كيا سيد، وذلك للأسباب الآتية: إن والوزن الفارغ للسيارة سيراتو 1293 كيلو جرام، بينما الوزن الفارغ للسيارة كيا سيد 1467 كيلو جرام، وبالتالي الوزن السيارة كيا سيد أكبر من وزن كيا سيراتو على نفس الموتور ونفس الفتيس، فده يخلي العزم للسيارة الأخف وزنا أقوى. بالإضافة إلى عامل تاني من عوامل زيادة العزم، وهو الايروديناميكس بتاعت العربية الناتجة عن الديزاين بتاع العربية كطول وعرض وارتفاع وخلوص أرضي وشكل عام. سعة خزان الوقود لسيارة كيا سيراتو 50 لتر، سعة حيز الأمتعة 502 لتر، الشنطة الخلفية بتاعتها وهي أقل قليلا من الشنطة الخلفية للكيا سيد ستيشن واجن اللي كان سعة الشنطة الخلفية ليها 528 لتر. السيارة تأتي بناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك، وأبعاد السيارة هي كالآتي: الطول 4 متر 64، العرض 1.55 متر، الارتفاع 1.45 متر، قاعدة العجلات 2.70 متر، والخلوص الأرضي 15 سنتيمتر. ومقارنة بسيارة كيا سيد ستيشن واجد، فإن سيارة سيراتو أنحف ب2 سنتي وأطول ب14 سنتي، والخلوص الأرضي للسيارة كيا سيراتو أعلى ب1 سنتي من الخلوص الأرضي للسيارة كيا سيد اللي كان 14 سنتيمتر. وقاعدة العجلات لسيارة كيا سيراتو أطول من كيا سيد ب5 سنتيمتر. السيارة اللي معانا النهاردة هي أعلى فئة من فئات السيارة كيا سيراتو، وهي فئة التوب لاين. تأتي السيارة بنظام إيموبلايزر مانع إدارة المحرك، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق أو المانعة للانغلاق ABS، ونظام ABD، ومؤازرة المكابح بريك أسيست BA، وعدد وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، بينما في الكيا سيد 6 إيرباك، 6 وسائد هوائية، وحساس ركن خلفي وحساس ركن أمامي، وفوانيس ضباب أمامية فقط بعدسة لنقاء الضوء، جنوط رياضية مقاس 16 بوصة، وإشارات بالمرايات الجانبية LED والمرايات الجانبية كهربائية وطي كهربي أيضا. وتأتي سيارة بفتحة سقف كهرباء ومصابيح أمامية LED تعمل عند إدارة المحرك Daylight LED، ومصابيح خلفية LED بتكييف هوائي وزجاج كهرباء أمامي وخلفي وراديو MP3 وفتحة لتشغيل AUX USB وبلوتوث، وتحكم من عجلة القيادة، وتحكم بالنظام الصوتي من عجلة القيادة Voice Commands، وعجلة القيادة متحركة في 4 اتجاهات، عجلة قيادة تلسكوبية مع عرض لدرجة الحرارة الخارجية، طفاية سجائر متحركة وولاعة، ومسند يد أمامي متحرك زائد مخرج تكييف خلفي، ومسند يد خلفي زائد حامل أكواب، ونور قراءة ومكان لحفظ النظارة، ويوجد ضبط لارتفاع الكرسي السائق، مثبت سرعة بتحكم من عجلة القيادة، تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب، وكاميرا خلفية وشاشة لمس مقاس 8 بوصة،
وعجلة قيادة وناقل الحركة مكسوة بالجلد، ويوجد به سيارة خاصية إدارة وإيقاف المحرك بدون مفتاح من الريموت. ضوء الإشارات الأمامية LED، مقدمة السيارة حادة جدا شارب جدا، مميزة بالشبكة الأمامية السوداء للكيا تايجر نوز. الإشارات الأمامية واخدة دوران مع رفرف السيارة بتبان من الأمام ومن الجانب. الفوانيس الأمامية LED مسحوبة سحبة طويلة مع الرفرف لحد أكتر من تلت الرفرف. ده بروفيل السيارة من الجانب. بروفيل السيارة من الخلف. علامة TRT تحت الفانوس الخلفي يمين ترمز للتوب لاين، الفئة اعلى فئة في السيارة. الاشارة الخلفية في الاكسدام الخلفي وتحتيها ضوء الرجوع للخلف. لمبة الشبورة الامامية لفوق بعدسات في الشبكة السفلية في مقدمة السيارة. الضوء الامامي DRL، وفي نفس الوقت النور الصغير عبارة عن اربع كشافات، اربع اجزاء في كل فانوس. حوالين الاشارة في الاكسدام الامامي تطعيمة مميزة من البلاك بيانو. الشبكة مقسومة نصين، وده جزء السفلي من الشبكة. الشبكة العلوية الامامية بالكامل بلاك بيانو، وحواليها اطار كبير من النيكل كروم مديها شكل جمالي. مرايات ضم كهرباء بلون السيارة وفيها اشارات جانبية. شكل صالون السيارة والابواب مفتوحة. الباب الامامي بتاع السواق، زراير التحكم في الزجاج، الاوتو في السواق فقط، زر الغلق ضد عبس الاطفال، زر السنتر لوك، والتحكم في المرايات الضم. اوكر الباب الامامية نيكل كروم. تبطين جيد للابواب، خامات رائعة، وتبطين الارم ريست فاخر. مكان صغير الوضع كوينز، مكان تخزين زجاجة مياه صغيرة وبعض الاشياء، سماعات السبيكرز الموجودة في الابواب، فتحات التهوية الجانبية الامامية في الطابلو دائرية الشكل، زر التحكم في الانارة الامامية، كشفات الامامية، فتح الشنطة الخلفية وقطر بنزين، زر التحكم في ارتفاع كرسي مانيوال. دخول السيارة المقعد الامامي مريح. شكل طارة الدركسيون مستديرة رياضية. زراير التحكم في مثبت السرعة كروز كنترول. زراير التحكم في المالتي ميديا والرد والغلق للمكالمات. تطعيمة سيلفر أسفل الدركسيون على شكل حرف V. الدركسيون مكسو بالجلد. عدادات شكل تقليدي، عداد RPM وعداد السرعات، وبينهم شاشة البيانات. الشاشة الوسطية شاشة تاتش 8 بوصة مستقلة عن التابلو، وتحتيها مفاتيح التحكم في الميديا وفي الشاشة، زر الفلاشر، فتحات التهوية للسيارة قريبة من الايدي تعمل عائق، الهواء بيخبط في الايد وتماسك الدركسيون وضعها مش جيد. بكر التحكم في التكييف.
مكان اليو اس بي والاي او اكس والولاعه ومخرج 12 فولت، مكان تخزين صغير، فتيس في تطعيمه حليه صغيره من النيكل كروم، شيفت لوك اندكيشن فتيس بارك ريفرس نورمال درايف ستيبترونيك بلس وماينس، زر التحكم في مود القياده، سياره فيها مودات قياده مختلفه، فريم سيلفر كبير محيط بعصايه الفتيس، فرامل هاند بريك يدوي، فايت سجائر متحركة، 2 كاب هولدر، ازرار ايضا للتحكم في التكييف بجانب البكر، تبطين التابلو جيد جدا فاخر كمان، الخامات ممتازة، انارة الصالون ضوء ابيض دوليد مستقل يمين وشمال، زر التحكم الكهربي في فتحة السقف، وجراب حفظ النظارة، شمسات السائق والراكب فيها مراية، وزر الانارة مستقل يدوي ضوء اصفر، غطاء فتحة السقف من الداخل يدوي فتح يدوي، وبعد كده فتحة السقف كهرباء بالمفتاح السلايد اللي موجود عند نور الصالون، تحت الورق الابيض اللزق ده تطعيم للطابلو بحلية طويلة طولية، طول الطابلو لونها رمادي فاتح، يوجد نور صالون للجالسين في الخلف مستقل يمين وشمال ضوء ابيض LED، مراية الصالون تعتيم يدوي مش تعتيم كهربي ومش تعتيم ذاتي، لا يوجد شيفت بيدلز بدلات شيفتات وراء الدركسيون كما في الكيا سيد، الأبواب الأمامية يوجد بها 4 سماعات، سماعتين تحت وسماعتين في أعلى الباب، حوالين عكر نيكل كروم اللي في الأبواب تطعيم بلاك بيانو، مكان تخزين صغير في الأبواب الخلفية، ده زر التحكم في زجاج، مكان لوضع زجاجة مياه صغيرة في أسفل الباب الخلفي، مساحة متوفرة للجلوس في المقعد الخلفي واسعة، في الكنبة الخلفية في مسند وسطي وفي 2 كاب هولدر، ويوجد نفق فتيس صغير، فتحات تهويد التكييف للجالسين في الكنبة الخلفية، دخول الصالون الخلفي مريح، مسافة ما بين ركبي وما بين ظهر الكرسي الأمامي 5 سنتي وطولي 177 والكرسي الأمامي راجع لورا، مسافة ما بين الرأس والسقف حوالي 7 سنتي، جلسة في المقعد الخلفي هتبقى 3 أشخاص يجلسون بوضع مستريح، ولكن جاست مستريح بالكاد 3 أشخاص لا أكثر من ذلك، شكل طابلو كاملا طابلو رياضي مليء بالتطعيمات الكروم والبلاك بيانو والرمادي والسيلفر، اريال سيارة زعنفة بنفس لون السيارة في آخر السقف، ومفيش بارات سقف لحمل الأمتعة، اللون الأبيض للسيارة لون مميز أبيض لؤلؤي في نقرشة مش أبيض مصمت، وما بتبانش النقرشة دي غير تحديدا أكثر في اللون الأبيض، أنا شفت السيارة اللي هي لونها نبيتي موجودة في نفس المعرض ولكن ما فيهاش هذه النقرشة، مقابض السيارة من الخارج بنفس لون السيارة، ومقبض السيارة الأمامي من الخارج فيه زر البصمة باللون الأسود اللي هو الدخول الذكي كيلس إنتري، الفرامل الخلفية للسيارة فرامل طبل درامز وليست فرامل ديسكات كراسية كما في الكيا سيد، الشنطة الخلفية للسيارة الأكسس بتاعها ضيق ولكن الشنطة عميقة للداخل، الشنطة مساحتها كبيرة 502 لتر ولكنها مختلفة عن شنطة الكيا سيد مساحتها أكبر 528 لتر، والمقاعد الخلفية قابلة للطي بسيون مكسو جل 40، ولا يوجد مخارج 12 فولت وشفة التحميل عالية، حمل الأمتعة من الأرض إلى الشنطة متعب نوعا ما، الإشارات الخلفية كالأمامية مدمجة في الإكسدام ومطعمة بالبلاك بيانو وتحتها كشاف رجوع للخلف، وده شكمان السيارة مدمج في الدفيوزر الخلفي لكله طوليا بالبلاك بيانو، سنسور البارك في الإكسدام الخلفي للسيارة، شكل الإضاءة الخلفية المميز للكيا جراند سيراتو واللي هيبقى مميز ليها على شكل نظارة، الخط الطولي ثم يستمر معنا بينزل بالعين الأولى ثم العين الثانية لشكل النظارة بالضبط، هيبقى مميز للسيارة من الخلف، لما تشوف الضوء ده في أي مكان هتعرف ان قدامك سيارة جراند سيراتو أو كيا سيراتو 2019،
وشكل الإضاءة الأمامية DRL Daylight اللي مع كونتاكت السيارة المميز أيضا اللي هو عبارة عن 4 نقاط مضيئة. الفجات لون أصفر، الفجات بعدسات ولكن لون أصفر مش LED مش LED. شكل الشاشة الوسطية 8 إنش بعد إضاءتها تشغيل السيارة، وشكل عدادات السيارة وهي مضيئة، عداد سرعة RPM. درج التابلو مساحته كبيرة. مفتاح السيارة، أول زر مفتاح السيارة هو الغلق، ثم زر الفتح سنتر لوك، ثم زر إدارة السيارة بالضغط عليه والهولد، ثم رابع زر من الأسفل هو زر فتح الحقيبة فتح الشنطة، وده مكان المفتاح الاحتياطي. إطارات السيارة نوع كومهو ومقاس 205x55. لمبة الستوب على التابلو الخلفي خلف الزجاج. لا يوجد أي تطعيمات نيكل كروم حوالين الزجاج الخلفي أو الجانبي. سعر السيارة الرسمي في الوكيل 420,000 جنيه، أما سعر السيارة الفوري من المعارض الأوفر برايس 445,000 جنيه. وبكده تنتهي مراجعتنا لسيارة كيا سيراتو 2019 التوب لاين أو كيا جراند سيراتو. أحب أوجه شكري في نهاية الفيديو للموزع المعتمد لسيارات كيا موتورز الرئيس لتجارة السيارات اللي اتاحته الفرصة لينا استعراض مواصفاتها الخارجية والداخلية السيارة جراند سيراتو. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك للفيديو، اعجاب وشير الفيديو في كل مكان عشان تعم الفايدة، واكتبوا تعليقاتكم تحت الفيديو وهرد عليها كلها بإذن الله. والناس اللي مشتركتش في القناة ياريت تعمل اشتراك سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلها كل جديد من فيديوهاتنا أول بأول. ونشوفكم الفيديو الجاي ودمتم في أمان الله.